السلام عليكم البنات، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. نتوما تشوفوا في هذا الفيديو اليوم ان شاء الله انا رايحين نديروا تشيز كيك تاع لوتوس، اللي يعني ودي الحاله من اطيب لي تشيز كيك اللي جربتهم. الكو تاعو يجي بزاف هايل، يعني جربت بزاف انواع تاع لي تشيز كيك، مي هذا في البنه وحده يجي بزاف هايل. هنا عندي فقط توضيح على زبده اللوتوس، يعني هنا في هذا الوصفة اللي حنديروها اليوم راح نسحقوا زبدة اللوتوس اللي تجي ليس، تجي هكذا ليس من تحت، تجي كيما لاباطاطا ختيني شغل كيما بطاطا ختيني شوكولا. وكاين واحدة أخرى اللي تجي فيها بيسكوي مفتت، تلقاو مكتوب فيها هنا كرونشي، هذيك لا لا هذيك ما حاش تجينا ما نسحقوهاش، ماشي هذيك نسحقوها بالتشيز كيك، باسكو انا حنديروا الوجه تاعها من فوق لا ديكوراسيون راح تجي محببه ما يخرجش مليح. دونك هكذا. وهنا عندي توضيح واحد اخر ثاني، كما تعرفوا رانا مع الكونفينمون، هذا اللوتيس راهو ناقص بالبزاف، يعني حوست عليه بارتو ما ستوش، يعني انا هنا صبته عند زيغالا ومبالاج راكو تلقاوه عنده. وتاني حبيت نوضح واحد النقطه، كاين بزاف بنات قالوا لي منان ومنا كي تشري لي مول تاع كسوسوا تاع لاباطا سوكر ولا لي مول تاع سيليكون ولا طوابع، ولا نقول لكم راني نشريهم عند زيغالا ومبالاج. راهو جاي هنا في زيغالا، جايهم فاس مصلحة الضرائب، يعني البنات اللي ما اللي هنا في زيغالدا قراب، ولا يعني مام اليوم حابين يشريو ننصحكم بزاف تروحوا عندو، عندو كل خير الله يبارك، ولي بخي تاعو ما شاء الله مقارنة باللي بيعو دوزان تاع الحلوى واحد اخرين. انا ملي ديكوفريتو وليت نقضي غير عليه، ما نشريش كامل جهة واحد اخرى. فوالا هنا هاد الخطرة تاني اللي شريت تاع لي هاد المول تاع لي تشيز كيك ولا تاع لي جينواز، يعني انا كنت في الدار عندي بزاف لي مول، اشاك فوا نشري لي سيرك لهذوك، دي فوا تنسحق الكبير دي فوا تنسحق الصغير. هذا فاش فيه حاجه مليحه سيكو تحليه انت على حسب ما حبيتي، فيه من 18 سنتيمتر حتى 28 سنتيمتر يكبر لو سيرك تاعو هاولي، يعني تحبوا ديروا جينواز ولا تشيز كيك كبيره ولا ما شاء الله راح يساعد بزاف في الخدمه. لا هنا برك حبيت نوضح لكم هذه النقطه بالنسبه للبنات، كاين بزاف اللي كانوا يسقسوني في فيسبوك. دوك هاتيك نجوزو نوجدو الوصفه تاعنا. فوالا نبداو الطبقه الاولى، واش نسحقو؟ عندي هاد الباكي تاع البسكوي، عندي رايحه نرفيه، يعني الباكي هذا فيه 250 غرام، انا هنا راني حندي واحد 220 ولا 230 غرام ونخلي شويه باش نديكوري به من الفوق. راني رايحه نرفيه، وتكو الكوتي الاخر راني ندوب ديجا في الزبده واحد 100 غرام 90 حتى 100 غرام تاع الزبده. دوك انا هنا نديرو هنايا نرحيه، راني نخلي حبات فرط باش نديكوري بهم من الفوق. دوك انا هنا نرحيه ونعاودو نولي هاوليك، هنا لو بيسكوي تاعي نرحيتو كامل، وهنايا راني دوبت 90 غرام تاع المارغرين ولا الزبده. دوك هاديك نفرغها هنا عليه من الفوق ونعاود نرحيهم كيف كيف حتى تولي عندي شغل البات، ونجوزو نكملو كيف كيف. فوالا هاي النتيجة هنا اللي تحصلت عليها. دوكا واش راح ندير؟ راني حنديرها في الفلومو تاع تشيز كيك. هنا راني درت سبقت بابي كريسون باش تجيني ساهلة، ومن بعدها وما يتغنجقليش البلاطو باش نديكوري تخرج خدمة شابة. نحطو هنا في الوسط. هنايا واش راح ندير؟ راني حنفرغ كامل هذا في البيسكوي. هنا اللي درتو انا 20 سنتيمتر باش يجي تشيز كيك عالي، يعني كيما نعرفو لي تشيز كيك يجو عاليين يجو شابين. فوالا يعني ولي ما عندهاش كامل هاد المول تاع لي تشيز كيك تقدر ديرهم في دي فيغين، هاد المراحل كامل تبعو واش انا حنديرو، ولي ديرها في ان مول كبير راح ديرها في دي فيغين صغار تاني يجي شابة. ولا اللي عندها لي سيركل هادوك الصغار كيما هكذا هما صغار انديفيديوال كاني تاهي راح تخرج لها مليحه. دوك انا هنا نسقم كامل هذه، نديرها كامل نيفو واحد لازم يجي بلا هكذا، نمشيها كامل. هكذا دوك انا هنا نجيب كاش حاجه تكون بلا من تحت باش تعاوني نعبزوها مليح، باش القاعده تاعنا كي نقسموها تجي شابه هكذا. نعبزو مليح باش تحكم لنا القاعده، يعني تجي صحيحه. دوك انا هنايا اللي حبيت ندخلها للفوق واحد 10 دقائق، ندخلها الكوشه سخونه 10 دقائق تحمر شويه جست تطلع الريحه تاع البسكويت عاود تخرجها
ولا اللي ما حبش تشعل الفرن ويتو دخلها فريجيدار حتى تشد روحها مليح. انا هنا مانيش رايحه نطيبها، انا رايحه ندخلها فريجيدار دوك تبرد لي هكذا. دوك انا نكملها ونعاود نولي. دوك هاديك البنات نجوزو للمرحله الثانيه تاع تعلي تشيز كيك تاعنا واش نسحقو. عندي هنا علبه تاع كريم فخاش 200 سنتيليتر ولا 200 غرام، ما يهمش ايباس ولا ليكيد. ليسونسييل توجور يعني نقول لكم لا كريم فخاش نطلعوها توجور لازم تكون بلوس دو 35% دو ماتيير غراس. واش نسحقوا معاها؟ نسحقوا معاها 350 غرام حتى 360 غرام تاع الفرماج. نورمالمون كيما نعرفوا لي تشيز كيك يجوا بلا ماسكاربون ولا بالكيري ولا فيلادلفيا، يعني هذوك شويه غاليين. انا صراحه صبت الماسكاربون كاينه راهي متوفره عند زيادة امبالاج، مي انا تعمدت نديرها لكم باسكو كاين بزاف اللي يقولوا لي شغل ديري لنا وصفات شويه ما يستقاموش. دوك انا هنا واش درت؟ هنا اونبلاسيت لا ماسكاربون بالجارفي، هذا اللي ياكلوه دراري صغار. هنا هاد الجارفي راهو حلو يعني خير، البلو كاين بزاف فيهم لي كولور هذاك فخاز وبنان. لا جيبو ناتور هكذا يكون حلو برك. واللي ما صابتش جارفي تقدر تعوضها ب 360 غرام تاع تاع بتي سويس. في هذه الحاله الا درتو بتي سويس كيما نعرفو بتي سويس صامت ما فيش سكر، دونك راح نزيدو 3 مغارف كبار تاع السكر. انا هنا هادو فيهم السكر، دونك خديت 8 بايط اللي هي 360 غرام. هكذا قلنا نسحقو علبه تاع كريم فريش ونسحقو هاديه زبده اللوتوس اللي تكون ليس ماشي اللي تكون فيها دوك الحبيبات كرونشي. هنايا حندير نص علبه نستعملها للتشيز كيك ونص علبه الباقيه انا رايحه نستعملها لا ديكوراسيون. دوك هنا البنات واش حندير؟ راني حنطلع قبل هذيك لا كريم فريش نطلعها شويه، ما نطلعوهاش حتى كي تتغلق مليح، يعني كما نقولوا تجي بيان فيرمون، غير جست تطلع شويه برك نحبس عليها الغسيل الفوي. هنا كيما عودتكم دائما راني لو بول تاع ولا لا كيف تاع البيتران اللي درتها في الكونجيلاتور تبرد هي والفوي تاعنا توجور نديروهم يبردو قبل ما نطلعوا لا كريم فريش باش تساعدنا تطلع بالخف. هنا راني حندير كامل الكميه ديالي نطلعها شويه ونعاود نولي لكم. فوالا هاي لي غير طلعت شويه برك حبست عليها، يعني ما طلعوهاش بزاف حتى تولي شونتيي. دوك انا راح نحطها فريجيدار تبرد ونزيدو نكملو. فوالا دوك هاديك في هاد لو ميم ريسيبيون اللي خلطت فيه لا كريم فريش اللي طلعتها فيه، انا حزدت هادوك الجارفي هذاك تاعنا. قلت لكم يعني اللي ما عندهاش دير بتي سويس هذاك المسوس وتزيد معاه 3 مغارف كبار تاع سكر كلاص. فوالا هكذا انا مش راني راح نزيد، انا راح نزيدو نص علبه تاع زبده اللوتوس هكذا، يعني نديرو النص والنص نخليوه باش نديكوريو به من الفوق هكذا. هاي هنا درت نص العلبه وكان نطلعهم بالفوي مليح ونعاود نولي لكم. هاي بعد ما خلطت الفرماج مع زبده اللوتوس، هاي ديك الكريمه اللي تحصلت عليها. وكان هنا واش راني راح ندير؟ انا رايحين نبداو نزيدو هذيك لا كريم فريش اللي طلعناها، رايحين نزيدها بالعقل، يعني نزيدوها على دو فوعات وحركو بالعقل من تحت للفوق حتى تدخل عندنا كامل لا كريم فريش في الخليط الاول هكذا. نزيد كميه واحده اخرى، قلنا نزيدوها على دو فوعات ونحركو غير بالعقل برك هكذا. دوك انا نكمل هاديه ونعاود نولي هكذا. راني خلطتهم كامل مليح. دوك هاديك جبت المول تاعي هنايا راهي بردت مليح الطبقه الاولى شدت روحها. راني حنبدا نفرغ، بسم الله نبدا نفرغ الخليط تاعنا لهنايا. كيما قلت لكم يعني ما عندهاش هاد لي مول تاع تشيز كيك تقدر ديرهم في دي فيغي. كان نحبط كامل الكميه تاعي لهنا هكذا. هنا راني رايحه نسكموها بالظهر تاع المغرفه هنا لازم تجي نيفو واحد وتجي بيان ليس
باش كنديكوريوها من فوق الطبقه الاخيره تجي شابه، الفينيسيون تاعنا تجي مليحه. هنا على الاطراف اكدوا مليح على الاطراف وشغل عبزوا شويه باش يجيو لي كوتي تاعها شابين. هكذا كان نكمل نسقمها كامل ونعاود هذيك هنا بعد ما سقمتها كامل. دوكا هنا حنجي نحي هذاك هنا الزايد اللي قصتو، نقي كامل لومون تاعي وندخلو فريجيدار يبرد. لازم يشد روحو مليح واحد الربع سوايع كيما نعرفو تشيز كيك لازم يبرد مليح، سينو اللي كانت مزروبة تحطو في الكونجيلاتور واحد زوج سوايع نصف المدة يعني. من بعد نكملو الطبقة الأخيرة، أنا نكمل نقيه كامل هكذا وندخلو يبرد ومن بعد نكملو لافينيسيون. هاي ليك هنايا تشيز كيك تاعي بعد ما خليتو برد مليح فريجيدار. دوكا واش راح نديرو؟ راح نديمولوه. هنايا نسبق ندخل قبل شويه الموس هنا في الاطراف باش يديمولاني يجيني ساهل. هكذا دوكا نكمل قاع هكذا ونعاود نولي. هاي ليك هنا نديموليتو كامل، هنا نسيو نحلو غير بالعقل برك. فوالا هانتا هاوليك هنا تشيز كيك تاعي كيفاش جاو الطبقات باينين. دوكا هاديك لا ديكواسيون واش نسحقو، هنا راني دوبت هاديك كريم لوتوس دوبتها. دوكا حنجي نديرها هنايا في اون بوش جيتابل ولا هاكدا. هاكدا دوكا انا هنا نجيب موس نقطعها هنايا في الطرف هكذا ونجي نديكوريها. نسبقو هنايا في الاطراف هكذا باش نجي يعني سايله شويه. هنايا راح تجمد بالخف باسكو الطرطه تاعي يعني راهي بارده مليح كانت في الكونجيلاتور، يعني هنا لازم تكونوا شويه تزربوا شويه باش نخدموا خدمه مليحه هكذا، خاطر التشيز كيك تاعي راه بارد مليح و لاكريم لوتوس تبرد تجمد تمتم مع البارد. هكذا نكمل نزين قاع هاديك هادوما. نزيد لها شويه دوكا تيكوش ندير نجي هذيك لاكريم نحطها هنايا كامل على لا سيرفاس. لازم تزربو شويه كيما قلت لكم مع التشيز كيك تاعي راهو ليك بارد مليح، وكما نزربوش اي حاجه تجمد بالخف هذيك لاكريم لوتوس هكذا. غطينا كامل الوجه هذايا فوالا هكذا. بعد ما غطيتها كامل هاد الزايد انا نرجع هنايا قبل ما يعاود يجمد عندي، كي نسحقاني راح نعاود ندوبها عادي. فوالا دوكا هنا واش ندير؟ هنا كيما قلت لكم خليت شويه بيسكوي رحيتو، هنا نجي ندير كامل هكذا في الاطراف ندور عليها كامل بهذا البيسكوي هكذا. كان نكملها كامل ونعاود نولي. فوالا هاي ليك هنايا بعد ما زينتها كامل درت لها كامل في لي باغوا تاعها البيسكوي هذاك اللي فتتو. دوكا هنا راني راح نرجعها فريجيدار باش تزيد تجمد ليها الطبقه اللي من الفوق، ومن بعد هذيك نشوفوها مع بعض في طبق تقديم. فوالا دوكا انا نخليها تبرد ومن بعد نقسمها نشوفوها. كانت هذه هي وصفتنا لنهار اليوم تشيز كيك لوتوس، جات بزاف شابه ما شاء الله، ما من ذوق تاعها بزاف هاين. نتمنى ان شاء الله تجربوها وتنال اعجابكم.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.